سيح، تعرف السيح؟ ايوه هذا البحر. سيوح، لا سيح. شو السيح؟ سيح اللي هو أرض مستوية عند، يعني في الوادي، في الوديان. زي الروضات عندنا. ايه، انت ايش الروضة؟ ايش عندكم روضة؟ روضة تجي كذا. ايوه سيدة. هي. انا موتري شغال. انت موتري شغال؟ طافي؟ السلام. انزين اقول لك، عندنا سيح، عندنا وادي، الوديان. وديان ايه. في وديان فيه ماي. حلو. ما وديان بدون ماي، وديان فيه ماي، فيه عيون. حلو. وفي عندنا جبال، اطلع الجبال، في جبال تحصل ناس نايمين فوق الجبال يناموا هناك، طلع فوق عادي تطلع حتى بسيارة. نظافة فل. طلع الوادي. مسابقة النظافة المحافظة على الصحة في البيئة المدرسية. هذا فايدة؟ فايدة ايش يعني؟ منديل. لا ما هو بحق هذا منديل. طلع تعال تعال. هذا دعنا بحر. طيب. عندنا بحر. بحرين. عندنا مكان مثل صلالة، عندنا أم صلالة دي ولا وايد أماكن حلوة في عمان، لكن هذه طلعات نحن فعاليات. بس بعيد صلالة كم؟ ألف من مسقط إلى صلالة. مسقط ألف؟ شيء يعني لو جيت، لو جيتكم منفذكم عن طريق لا تقدر تجي مثلا عن طريق من الرياض إلى، أو من الرياض إلى صلالة أعتقد، فيه أعتقد لأنه مطار دولي. لا بجي خط أنا. أه؟ بجي خط سيارة. خط ايش؟ سيارة. خط بعيد. 1000 كيلو من الرياض. 1600 كيلو من 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 تدخل من الامارات الين توصل صلالة. 1600. من غير انت جايتك منين؟ من وين انت؟ جاي من الرياض. من الرياض؟ من الرياض. شوف من الرياض الى مسقط تحتاج لك يوم. ومن مسقط الى صلالة تحتاج لك 8 ساعات او كذا تقريبا. والله العظيم يا مرة سافرنا انا ولد خالي. عرفت؟ سيارة من الجنوب ومع الرياض. عرفت؟ ورحنا الشرقية، نمنا في الشرقية طبعا مسافة فوق ألف وشوي من الديرة من عندنا. رايحين ليش؟ تمشية؟ تمشية ورايحين لدبي. قلنا يا ولد ايه بروح سيارة من الشرقية إلى دبي ولا من الرياض؟ من الشرقية إلى دبي. حلو. أقسم بجلال الله مشينا مشينا مشينا. وش هي؟ 1500 كيلو. إيش دراك؟ حسبت 1000 كيلو على طول. إيش درا؟ أفع عليك عارف. سافرت أنت ولد خالك؟ يا ولد. بسم الله. من الديرة للرياض، من الرياض للشرقية. 1500 هذا ايش دراس ساحر؟ لا تخطي تقول ساحر. بسم الله بسم الله من الشيطان. اتق الله انت وياه. اعوذ بالله. كيف عرفت؟ بالله كيف عرفت؟ سبيكر من اليوم على القريه كلها. والله والله العظيم. ايوه الكنترول الكنترول ترى الكنترول شكله ما نايم الكنترول. منو؟ سلي صوت الحب يا يا ومن العايدين ومن الفايزين ان شاء الله. شكل الربع في كرك، نبغى كرك حال كنترول عشان صحصح. لا حب راق الحياه من جد. تحسب نفسك خفيف وانت ثار وابلا وعمال جزيرة. امزح والله امزح. اعطوا واحدة بيده والله يقدر حلو صدق. لا قلت تعوذ الشيطان. قول لا اله الا الله. تعوذ من الشيطان يا رجل. وش بلاوه؟ وش بلاوه هالرجال؟ دويبك 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 يا اخي. يطرب والله يطرب. بالله من اللي جاب لكم الحركة ذي؟ هذا يا جماعة الخير تقول تقول نحل يدي اليوم الثاني. والله العظيم تنفخ. ليش؟ كيف ليش؟ عذمتنا بعدين من هذا اذا خاصة اذا انا كنت سرحان في احلامي الوردية. صدقني حطوها براسي واحد. والله انقذ والله يا انت اول شفت اليوم محمد من الضحك محلك يا عبد الله. ايه وانا جلست هنا وجلست جنبه محمد. لا 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 في جلسة الدخيل اللي وراء تخيل المركاز. المركاز بدر الشمري من هنا ومن هنا ونلتفت من وراه كذا وانت غامز وهو حاط يديه كذا بيننا. تعوق شلل البرهيان. لاحظ المسجد لا اذن ولا قام يجلس اول ما يسوي كذا. شفت كذا
خلاص عشان ما والله خلاص صار متعود كذا. اذا دق مني ما ابغى ينفع. ابغى اعرف من هو صاحب الفكره. فكره لان فكرته هذه مرفوضه. انتسبت لي وانا ولا يعطي عافيه. استغفر الله لا يعطي عافيه. استغفر انت. استغفر يا شيخ. نص عافيه. من ما كان من ما كان. استغفر. استغفر الله العظيم. اخوانك هذول في الاسلام يا اخي. اعوذ بالله. استغفر الله استغفر والله اني امزح معك امزح. محمد الرياض جالس قاعد هنا احسبها من فوق. قلت بس اصقه اعطيني ثلاث اربع قلت اوريك لك واحده قلت اكفى خلاص تفضل. بس من التهديد ارتاح. ولد سلطان من اللي علم سلطان؟ من هي سلطان اكثر واحد تعذب فيها تدري ولد الاصبع واحده تقول رجل ما شاء الله عليه قف لا سلطان سلطان اكثر واحد احنا معذبينه سلطان هيا حط حرته في سلطان على فكره حتى الى الان ما دخل في الحلفه اللي بيننا انا ومقرن وبلال وبحصه يتمنى يدخل عشان يسلم انا ما ابغى يسلم وانا داخل في الحلف لا لا انت برا الحلف قال لي داخل من اللي قال ابو حصه ابو حصه معك يصير خلاص قال انت في لازم باجتماع القاده قال انت اوه اجتماع قاده بعد ما شاء الله ايش رايك اوه احنا الان ترى ما فيه شو اسمه احنا اربع قادة على فكره تخطي على مقرن انا اجي استد عادي نعم الرابع خلاص الحلف خسرانين انت حاله خسرانين لا لا بسوي لكم حلف انت سوي لكم حلف بس خسرانين انا من بجيب تعال من بجيب عندي من بجيب عندي من جيب لك واحد اسبعه تقول حيد سعيد سعيد قحط خلاص حبيبي فيه شغلين شغال شغال الرادار خلاص بدات الحرب قف من عندنا يا اخي عبد الله قليغم لا يوه نجم قبل انا قبل اطق اصبع عبد الله قليغم شفته يوم جاء العشاء اختلع لا 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 تقص محمد العيافي طيب يا ولد محمد العيافي طيب محمد العيافي غازي مطيري اصبعه لا غازي ما يخطي ما ينفع والله ما يخطي ها ما يخطي ابدا ليه احنا اللي نسوي ذا مو بخطا هذا بالعكس احلى ما فيه انه خطا تستمتع انت بالخطا لا تستمتع هو خطا يعني نعم بس تستمتع فيه استمتاع ولا لا والله يا جماعه الخير والله فيصل بن شافي انت شفته يوه والله يا فيصل اعطاه وحده مقرن اقسم بالله مسوي كذا اي والله 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 اني احسبه ضربني كهرب قال بيده كذا واضرب هنا كذا كذا هذه وين جت كذا قال هنا ويصيح قال لا 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 الحين انت ما اللي قد جرب ضربه الكوع كذا غفله الكهرب والله بلغت القاده الكهرب بلغت بلال بلغت بحصه حبيبي ابو فجر لا لا ما في حبيبي بلغتكم على الادمي ذا ايه ايه خلاص ترى نسد لك طلع سلطان سهلي بهذلني بذي المهم هنا تستويلي تستويلي اصابع على حافه الكلام حلو والله انك ظالمني يا ابو فجر المهم تستويلي اصابع على حافه منو سلطان واقعد انا اجمعها في القوه اجمعها كل والله يا جماعه الخير ما اكذب عليكم المهم في شويه سحب ايدك طلع اضرب في الخشبه حلفت بالله بعد اسويها ولا عرفت لو كنت يوم كذا يقول الله كشف نفسك تنقص ظهري يضربني كل شويه بتشوفني زعلان يومين ليش تزعل؟ طيب سؤال لك اللي طعنت نفسك تبون بكره اسئله ثقافيه ولا تبونها على السبوره وبالصمت؟ يا اخي امثله بسيطه شفت اللي تسويها امثله بسيطه اللي تسوي ابو شعل امثله حلوه امثله حلوه والله يعني مثلا يقول لك مثلا هو يشرح لك حلو حلو فرقوا مجموعات تبون اسئله ولا امثله؟ شباب امثله 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 شباب تبون صح صح بس تكون خلاص مقيده وقت ودكم نلعب لعبه يتعداه وقت طيب كيف نقسم ال 24؟ قسمهم اربع مجموعات 6 6 6 كلنا سته يعني؟ ايه لا ما هو سته ترى هو واحد اطلبهم 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 يجهزون لك بس المشكله في الجائزه ياخذها واحد اطلبهم يجهزون لك القرعه اي جائزه علمني باجابات عشان الجائزه ان شاء الله الجائزة إذا كانت عطر خلي عطر محطوط هناك في الكبت كل ساعة تعطرنا جائزة حلوة حلوة كبيرة إذا ساعة نفككها كل واحد ياخذ جزء من الساعة وإذا جويلز كل يوم يلبس حد الفاني له وإذا شوار مواي لا شوار مواي ماشي جائزة لا شوار مواي ستوب في لعبة على شكل دائرة وش هي؟ أنت لا تحرق فقراتك أعطهم فقرة وحدة الليلة بكرة عطنا فقره الفقره اللي وراها والله العظيم اليوم فقره البريد المحبه انها ناجحه 200% و حلت مشكله حلت مشكله والله ما في مشكله البارح انا مقام من هيها وخلاص شوف الفقره حلوه بس الكلام اللي ما له سنع ما له سنع انا ايش قلت الكلام اللي ما له سنع ما له بالله ايش قلت اي كلام ما له سنع قلت اي والله انا اقول رسالة. ان الحديث في الموضوع هذا خطا انتهى الموضوع خلاص يا سلام هاي موضوع من وجهه نظري بس احنا بيناها بس من البدايه ان اي شخص بيتكلم شيء عشان لا يصير الشك في جميع اخويا اكيد اكيد خلاص من بدري انت غازي دابي وقف اقطع او علي عبد المعطي وقف اقطع ايش المشكله؟ تسبب مشاكل والله العظيم انها تسبب مشاكل ايش المشكله؟ لكن انتهت الامور والقلوب طيبه ايش صار؟
خلاص انت الموضوع يا طويل. ابغى اعرف انا. ما اخرج. الحين ما اقدر انام. ما تنام؟ لازم اعرف. لا ما عليك. خف علينا يا غامض. لا 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 بس تطق براسك في الصبه وترقد. توني ادري توني ادري انجاب فضولي. فضولي انا. والله فضولي. انا فضولي لازم اعرف. بالله. توني ادري الحين. انا فضولي. انا اتبحث كذا اتبحث. تبحث انت البحث اي صح اقسم بالله اني انا صح البحث جوجل جوجل اقسم بالله اني اعرف لكم واحد صدق اذا الحين سولفت انتم مقرن يموت ما يرقد مريض سبحان الله يا رجل الكهرمان هذا ايوه بس تقول تدري يا ابو عبد الله ولا هون اخواني والله العظيم اني اعرف لكم واحد تسولف الحين انت ومحمد مطيري كذا يموت ما يرقد لاني اعرف وش اللي بينك وبينه مرض هذا هذا مو فضول هذا مرض والله شوف انا 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 عندي طريقتين ايوه اعلمك الصحيح اذا كان الموضوع مزح يعني انا مروق ادخل بين الاثنين لو انهم يسولفون بطريقه مزح غض النظر هو من جميع النواحي يسولفوني ادق سلف وامشي لا هو من جميع النواحي الوضع جدي ايه؟ لا والله ما تعرضهم اروح وش دخلني في الناس انا بطرد خليقه الله يا اخي من راقب الناس ما تهمه صح والله انا عن نفسي اذا شفت اثنين يتكلموا والله ولا قرب منها انت شلونك طيب والله صدق يا اخي خلينا نروح نتكلم بحماس وجدية ضيع عم الحماس الجدي طيب ابو والله جابر 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 دقيقه جابر طالب دقيقه بس اسمع دقيقه محمد طالب خالد خل عشان لا يقول اني قطعت لا خلاص والله رد خلاص كلام الملوك لا يعار طب انا بسالك سؤال انت انت في اثنين واقفين جنب بعض كذا وشاطر انا حلف بالله وش قول عشان حلفت طالبك ايش حلف انك تقول والله قطعت سوي مش خلاص راحت الجدية والله الله يسلمك انا لما شفت اثنين يا ولد طلبتك والله تعال خبرك لكن خبرك بدون جد عارف بيضربني طلبتك والله عارف الخطه تعال طقطق تعال من ورا لا محمد اسمع اسمع هذه واحدة واحدة سكر على الدار سكر على الدار يا اخي ما تطاولني يا اخي انا داري نبي سجل عليه خصم ابو عبد الله اسمعني انا على حسب والله يقول لك انما الاعمال بالنيات تبيك تطلع لنا الحين محمد بالصمت اسلم اخوي حلو ايه وتشرح لنا سواء اغنيه ولا اسم اغنيه ولا كلمتين تعال شلون تعال هذه متى اليوم ولا بكره قوم يا عبد الله تكفى والله ما فين ترى ما في مره يا رب يا رب سؤال يا مجري يا محمد يا اخوي انا بس جابر سؤال انت انت وش فيك انت عد النص عشان السؤال اسمع اثنين قاعدين هناك محمد مطيري ومقرن الشواطي زين قاعدين كذا واقفين وقاعدين يتكلمون واضح انهم قاعدين يقولون سر زين ينفجر ينفجر دقيقه وبعدين اسمعني ناظر فيني يا جابر جابر توم اتخيل ايش السالفه تقابلها دقيقه اسمع وشاطفهم انت طبعا هم واضح ان بينهم موضوع فصعب الموضوع معروف تخطيط لهذا الشيء دقيقه جابر ايش فيك يا اخي يا ثقيل وبعدين وانت شاطف من كذا ها وتسمعهم يتكلمون سمعت جابر يعني اسمك في الموضوع وانت بتعديتهم ايش تسوي تبغى الصدق ولا لا ابغى الصدق ولا ولد عمه لا ابغى الصدق تعديتهم وسمعت اسم جابر ما يموت والله ما ينام انه الموضوع فيك والله ما ينام طيب والاشخاص هذول اللي يتكلموا عن اسم جابر محمد مطيري و والله العظيم والله العظيم رب الذي لا اله الا هو صدق حلفت محمد ايوه المهم انه والله لما شفت اثنين يتكلموا وسمعت اسمي والله اني حاول اتحرك والله العظيم طيب ليش اقول لكم حاجه بخبرك ليش ليش يا توم لا توم توم لا تطلع اسمي القديم هي توم اسمي القديم لا تخبر احد توم توم كان توم 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 كروز مخطين والله انتم سميني قبل توم كروز توم كروز ولا توم توم نسبة الى توم كروز توم انجيري لا توم كروز لا توم جيري نسبة لا توم كروز توم كروز لما لان شبهان ترك اقرب ترك المهم ازحف انت ما علمت توم كروز مشموس لا يا ولد لا لا دقيقه دقيقه يلا يا ربع انتوا دائما تقولون مقرن الشواطي مقرن الشواطي مقرن الشواطي طويل ابو عبد الله ابو منيره ابو منيره ابو منيره الله يصلحها يا شيخ الله يحفظك ومن ابو عبد الله ابو عبد الله تبي تغير والثاني شو اسمه عبد الله الله يجيبه ان شاء الله شو اسمه زين المهم لكن منيره لها في قلبي الله يطول الله يخليها لك ويجعلها ويجعلها ان شاء الله الثاني وش اسمه شيهانه شيهانه ونعم خطي وخذ شيهانه اسم شيهانه كلهم والله كيف تختار لسان انا ادلعهم نوسي ونوني كل زينات وشو الله يخليهم لك ان شاء الله نوسي نوسي ونوني نوني منيره نوسي منيره طبعا مسميتها جدتها وش سبب الاسم والله ما اعلم كذا ولكن شهوني كنا ندعيها وهي صغيره ها فادعيها انا شهوني شهوني هون هون لا قاعد ندعيها شهوني ها وش اسمك قالت هوني 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 خلاص سميناها نوني نوسي ونوني هذا ولا شوي هنا تربون في عزك يا ابو عبد الله
تربون في عزك والله يخليهم لك ان شاء الله. الله يسترهم ان شاء الله. صالح اقول امين. زين اسلم. اجلهم ما يبقونك ابا اسلم. الله يجزاك خير ولا يجزاك. لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ابدا كمل. خلاص بس هالموضوع كنت بيعرف جاوبت انت بس انت ما عرفت قصتهم مقرن. طيب لا ما عرفنا قصتهم اعلمكم فيها في الليل خلاص الليل. طيب مقرن شاطف كذا ومحمد مطيري وجابر الحكماني واقفين وقاعد عند كارديال كارديال واقفين وتحس ان بينهم سر وانت شاطف كذا رايح الكلام اليوم اعلمكم جواب مقرن وشو وبيوقف نعم ايش عندك انت وياه؟ نعم والله انا اقسم بالله نفسي انا الف وادخل بينهم عسى ما خلاص نعم عسى ما شرش فيه يعلموني ولا بيجي علم وش الموضوع ها؟ اي على طول على طول وبيجي بوكس بيقوم بوكس مره واحده هذا ضارب على طول ما لا انا عن نفسي قسم بالله والله العظيم انه اذا مره حتى بخبرك في عندنا في مكان من المكانات مكان من المكانات انا ما اقدر جمع تكسير يا اخي المكانات بالاماكن ما له مكان بالاماكن إيه؟ انا ما ادري انت طولت جلسه مع طلال مكان من صرفت معه وادي خليه راجع المرقع اللغوي المرقع اللغوي الاماكن المرقع ادخل دخل بحث جوجل في مكان من الاماكن ما تركب كيف في مكان من الامكنه ليه مكان من الاماكن يعاند عشان محمد قال هلا إيه إيه إيه. ها 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 يا اخوي تراكم ذبحتونا يا ما تبون والله من فقره الى فقره ما نبي ما نبيهم والله ايش طاروق يجيب العافيه سعيد وبن بن عمره وين محاوره عندنا عندنا سالفه ترني ارجوك محاوره وين عندنا سالفه يا ابو حور ارجوكم عندنا سالفه بس الموضوع سعيد تعال نفداكم ان تروحون نفسك مع سعيد يا شباب عندك شباب كلهم روحوا روحوا انا من ناحيتي اقول لك لو مثلا ما ضيعتهم بحدك حلو اكيد ما يعني تكلموا بالسر الا هم موضوع ما يبغى نعرفه حلو فاذا كانت غيبه الله بيحاسبهم اذا كان شيء خير والله ما يروحون باثنين اذا يتكلمون في اسمي والله ما اعود بس صعب من قال اسمي انا ايش بسوي يعني كنت ما ابغى نعرف والله صعب اني ادخل لا انا كنت ايش بسوي اذا شطرت سمعت اسمي ابان تقول سم انا جيتوني بيطبق الشماليه عرفت لا قال ها بيتلخبطون هم بيقولون ايه وبجي ايش الاخبار كيف يمكن اطلع معلومه شيء هم ما طلعنا شكرا الله علي عبد المعطي خاجد اليوم دائما يسمع اسمع اخبار جمع اخبار لا يقول لهم السالفه اليوم حقت الحرائق والله يا اخي استغفر الله عنده سالفه انا قلت شيء خرافي اصير شيء بس تعال هناك عشان يمديك قصدي عشان انا ما جيك لكن الحل فيه بيجيك انا اعتمدت لانك لا اعطيتني شيء خلاص لا بس خفيف انا خفيف انا دخلت في وجهه بس مو بنفس الطريقه ما وصلت انا عندي اي بس غير امر علي ام الدار غير امشي غير ذي شنو حلف عندي موجودين درع يا شباب في عندي بس تفضل مني المسح شفت ما وانا نايم جيبي ثلاث يا شباب والله اني صادق يا في قصه اليوم بكي عليها سعيد انا عيني يبغى تتمع كنا العصر وحكيت له القصه محزنه بس اشرب السنب على طول قبل ما تقولها والله انا اشوف من الضحك قصه شيء حزن فكنا منه شيء 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 تدمع العين وحرمته ما جابت له الا بنات جابت بنتين هو ما بيحب البنات بده اولاد والله بغيت تبكي يا خالد هو ما سعيد شيء شيء ما يوصف خلنا نسمع السالفه عرفتها تتعب المشاعر حياك الله يا علي الوقت بيضيع في القصة ذي راح اكسر العصا على راسي ابشر اها في النهاية صحاني ابوي من نوع اخر شيء صحاني ابوي لا ما فيها لا كان المدرسة بس اسمعوا قصة علي اسمعوا قصة الزوجة جابت له بنتين اجت اي شيء قريب بعدين الزوج قال لها شوف يا اما بتجيبي لي ولد احكي بالسوري ايوه يا اخي يا اما جيبي لي ولد ولا ترى هي في قصص سعودية مشابهة لها بس النهاية مختلفة اللي انت طالع حلو اكيد ما فيها هرجة سافر الزوج ولما سافر الزوجة فحصت طلعت حامل ما خبرت زوجها لانه طلع بصور الايكو انه هي معها بنت حلو عيد من البداية لان ما حلو اكيد حلو عشان جاب لانه يمكن اكثر واحد تاثر جاب يا شباب لا في صوتك جهوري لا في تعال سيدي عادي غلا وين تعال المهم سافر الزوج هو قال
هو قال اذا جبت بنت راح اطلق. ايه بطلق. سافر الزوج وهي لما راحت فحصت الحمل طلعناها بنت. والله ما سمعت شيء ورب الكعبة. سافر زوجها. عيد من البدايه. من البدايه واحد متزوج ما بيحب البنات بده اولاد فطر سبحان الله بعض الرجال على هالفطره انه ما بيحب البنات. شرعي فيه سبحان الله. حملت هي حملت بعدين عندها بنت. هو سافر وهي حملت اكتشفت انها حامل ببنت. يا سلام. ما بدها تخبر زوجها سكتت. طبعا هو مسافر زوجها طيله التسع شهور مسافر برحله عمل. حلو. بعد تسع شهور ولدت. ايش جابت؟ بنت. 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 اجت البنت. الحال شو؟ اذا عرف زوجها طلقها. العائله تشتتت، البنات حرام. طلقها. شو ذنبه؟ ويكم قد جابت لها سبع بنات. لا جابت ثلاث بنات. طيب. حلو؟ الحياه صعبه صراحه. مشت القصه، اجت جارتها، خويتها جارتها يعني. شو الوضع؟ شو بدنا نسوي؟ لا تقول بسرعه لانه القصه المهم اتفقت هي وجارتها بعد عناء طويل انه خلاص تدفن البنت، مع انه ما كانت حابه بنت من لحمه ودمها. تدفنها حيه. اتفقت حيه. تدفنها حيه. ما في حل غير هالحل. اكيد ما في حل. لا تشتتني تفهم. ما شد كمل القصه حقتك. يا اخي ابغى ادخل تاثير انا. انا عارف. احس فيها فيها. المهم. اكيد بس جهز اللي معك المخده اللي خليك تعطيها. المهم دفنت دفنت البنت. هي حيه. حلو هي حيه. رجعت البيت يأنبها ضميره ما تحملت يوم كامل. ماتت البنت. راحت عند الشيخ. ما ماتت. ما ماتت البنت بقى تحت التراب. هي ما دفنتها يعني دفن كامل لان هي ما تعرف الا خفي. راحت عند الشيخ. يا شيخ انا صار معي هيك هيك. قال لها شوفي يا بنتي البنت حيه والحقيها قبل ما تموت وما عليك من زوجك. الله اذا بغى الواحد يعيش عاش. المهم شوف ظهر انا واقعيه القصه حقيقي. راحت وفتحت القبر وطلعت البنت. كانت صدمه. البنت تكلمت. بسم الله عليك. تكلمت البنت. أمه لا أريد حليبك. أريد حليب أريده. جردو اليوم قالها لي وأنا. جردو خلاص خالد. جردو خالد فكر. هو قالها لي اليوم وأنا كنت بمسك لكم بس أنت جردون. أمه هو قالها لي مقربني اليوم فيها. أمه ما حليب ها؟ انا ما سويت انا كنت ماسك علي عبد المعطي بس. طالب سمي قلبي. خاصم 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 اخذ 100 اليوم خاصم حازي. حازي قهرني ها؟ من اللي قال هذا؟ حزن صوته علي عبد المعطي. علي عبد المعطي وين؟ ليش ما يعطونا حليب نيدي؟ من لا كلينكس مين؟ واحد ثالث ليش ما يعطونا حليب نيدي؟ في حز في قصه عبد المعطي ايوه يعني خليك في قصه صارت بالمملكه يا شباب. غز راسك علي والله دي علي جابر منديلك غازي شل غازي بشين خاصم قم منديلك والله جابر اخذ منديله. دقيقه بس ممكن في قصه يا شباب. لا خلاص خلاص في واحد كذا بدون في واحد عنده جمال نياق وعنده واحد صغير. شو بتسموا الجمال الصغير؟ حواشي حوار سمول حوار حاجي حبيبي جمل حاجي 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 بالله ترد بالله دي ترد والله ترد هو لا حاشي روح بيبي جمل عنده جمل صغير حاشي.